زخم المواجهات يزداد تصاعدا في القبيطة. أحدث التطورات في هذه الجبهة شهدته الساعة الأولى من فجر الخميس، فقد تمكنت المقاومة الوطنية من صد هجوم عنيف للميليشيا على جبل الحمام. يأتي هذا الهجوم الذي نفذته الميليشيا من جهة المغنية ونجد قفل في إطار مساعيها للوصول إلى المرتفعات الاستراتيجية المطلة على قاعدة العند ومعسكر لبوزة من الناحية الجنوبية الشرقية لمديرية القبيطة، والتي تشمل بالإضافة إلى جبل الحمام جبل الياس ونجد توغان. المصادر الميدانية أفادت بأن مقاتلي المقاومة والجيش الوطني تمكنوا من صد الهجوم وإسكات العربة التي كانت تستهدف المقاتلين من نجد قفل، وهي المناطق التي تتصل بخط إمداد للميليشيا مع منطقة الشريجة الواقعة إلى الجنوب من مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز. فشل ميليشيا الحوثي في تحقيق اختراق جديد في جبهة القبيطة يراكم هزائمها المتلاحقة في هذه المديرية، والتي شملت اندحارها من سوق الخميس ومن مساحات واسعة من المديرية. وفي سابقة هي الأولى من نوعها، زار محافظ لحج المعين حديثا اللواء أحمد عبد الله التركي رفقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن جبهة القبيطة لتفقد سير العمليات القتالية في هذه الجبهة. بعد 3 أيام من المهمة الاستباقية طبعا نفذنا هجوم كاسح اتجاه القوازعة واحتلينا جبل القرن. الزيارة شملت مواقع الجيش الوطني ومقاومة القبيطة في العشة وجبل الحمام، وشكلت دافعا معنويا للمقاتلين وسط تطمينات باستمرار وصول الإمدادات إلى هذه الجبهة. تتوالى انكسارات ميليشيا الحوثي في القبيطة وفي غيرها من الجبهات، ويبقى مفتاح السر الأهم في كل هذه الانتصارات عزيمة المقاتلين وإصرارهم واستمرار الدعم المفترض للجبهات.